حلب مدينة دير حافر 2/3/2013 آثار القصف البربري الوحشي على مدينة دير حافر بصاروخ باليستي سكاد ليلة أمس وأحدث دمارا هائلا. ملاحظ آثار الدمار. وهنا في هذا المكان الذي يقف فيه بعض الناس يشاهدون إجرام الأسد، في هذا المكان سقط الصاروخ المجرم على مدينة دير حافر. نلاحظ دمار هائل على مدينة دير حافر. هنا دير حافر، دير حافر ستبقى صامدة وأبية كما عودتكم دائما. دمتم ودامت دير حافر ومعها كل مدن وقرى سورية بخير.